أهلا وسهلا فيكم مع هالفقرة الجديدة من دورتنا لتعليم أساسيات نظام ويندوز 10. غطينا الفقرة الماضية موضوع متصفح الملفات أو الفايل إكسبلورر. شفنا كيف نحن بنقدر أنه ندخل على الفايل إكسبلورر بعدة طرق. بهالفقرة هاي رح نغطي موضوع تخصيص الواجهات وكيف فينا نحن نخصص هي الواجهة ونشوف الطريقة اللي نحن بتريحنا لنعرض هي الملفات يلي نحنا بتهمنا. طبعا حكينا انه كل الملفات الموجودة على الهارد ديسك او ان كانت على سي دي او دي في دي او فلاش، هاي الملفات غالبا حتكون متفرقة، يعني حيكون مثلا عنا صور، حيكون عنا فيديو، حيكون عنا مستندات نصية، ملفات وورد، ملفات اكسل، اي شيء ممكن يكون موجود ضمن الهارد او السي دي او الفلاش. نظام ويندوز بيسمح لي انه انا خصص طريقة للعرض لهي الملفات بشكل انا يريحني وما يكون اوضل، مثل ما اللي شايفين هون ملفات النصوص مع الصور مع الاختصارات مع ملفات فوتوشوب، كل شيء موجود قلب بعضه. رح نطلع فوق بداية هاي النافذة، رح نلاقي ازرار وشرايط عنا يلي هنين من ضمن الفايل اكسبلورر او متصفح الملفات. من ضمن فايل بقدر انه انا احصل على نافذة جديدة او افتح CMD او يلي هو منفذ اوامر، اغلق النافذة وعدة اعدادات طبعا بقدر باخدها من هون، ولكن حنحكي عنها بفقرة لاحقة. موضوعنا تقريبا مو هون، ولكن نحن عم نشرح القوائم الموجودة هون. مثل ما شايفين ما في غير قائمة فايل اللي هي بتفتح لي شكل قائمة، البقايا رح يفتحوا على شكل شرايط. هاي الشرايط تحتوي زرار، هاي الزرار كلياتها هي عبارة عن أوامر مفرودة قدامي لحتى تسهل علي الشغل. رح نحكي حاليا عن فيو او طريقة العرض، الشيء اللي كنت عم قلكم عليه. اول شيء بقدر انه انا غير طريقة العرض من هون، بقدر احصل على شكل للايقونات صغير او كبير، متوسط صغير كتير، قائمة او قائمة مفصلة. خلينا نشوف القائمة المفصلة. بالنسبة للقائمة المفصلة رح يعطيني نوع هذا الملف، حجمه، الوقت يلي انشئ فيه، وعدة اشياء بقدر انه انا اضيفها من هون بضغطة يمين على هذا الشريط. بقدر انه انا اضيف معلوماتي اللي بتهمني انها تظهر لي دائما على هذا الملف. sort by او الترتيب، هذا الشيء اللي كنا نحن عم نحكي فيه، ترتيب بحسب الصنف. راح يبلش يحط لي هاي الملفات ترتيب حسب الصنف، راح يرتب لي اياهم حسب نوع كل ملف. مثلا اول شيء مثل ما لاحظنا بلش لي بملفات فوتوشوب، بعد منا الصور مثلا او ملف خاص ببرنامج فيديو ستوديو، حط لي الصور، حط لي المستندات النصية، اختصارات والفيديو. بهالطريقة هي أنا بيريحني إنه أنا أصل مثلا للملف اللي أنا بدي إياه بشكل أسرع، راح يكون واضح أمامي الشيء هاد ضمن مجموعات واللي بيسهل علي الوصول للشيء اللي أنا عم فكر فيه. خلونا نغير طريقة العرض بعد ما رتبناه بشكل أصناف. راح نلاحظ إنه حافظوا على الترتيب تبعه، بلشوا بملفات الفوتوشوب، صور، النصوص. طريقة تانية للعرض بقدر اني احصل عليها هي ضغطة يمين على هذا المجلد وقل له group by او تجميع حسب الصنف. مثل ما لاحظنا هون صار الترتيب بشكل اكبر، عمل لي مجموعة كاملة خاصة بملفات الفوتوشوب، عمل لي مجموعة كاملة خاصة ببرنامج فيديو ستوديو، عمل لي مجموعة خاصة بالصور، مجموعة خاصة بال مستندات النصية، الاختصارات وملفات الفيديو. بهالطريقة هي أنا مثلا لو أنه بدي صورة فورا بيجي على هذا الملف
شوف الصورة اللي أنا بدي إياها وين موجودة. بهالطريقة هي أنا بقدر أصل للصورة بشكل أسرع. طبعا أنا حكيت عن موضوع ضغط يمين على هذا المجلد لحتى نحن نغطي كل الطرق اللي بقدر إني أحصل فيها على موضوع الترتيب. خلونا نكبر متصفح الملفات شوي، رح ألاقي نفس الزر موجود عندي ضمن شريط فيو أو قائمة فيو جروب باي ما أنا ملاحظين نحن حاليا على التايب. أو مثلا بقدر إني جمع كل الملفات حسب الاسم، بيحط لي الملفات المسماية بالأرقام، بعدين ببلش بالترتيب الأبجدي. تقدروا أنتوا تجربوا كل واحدة من هدول شو بتعمل. طبعا كل واحدة غالبا بتشرح حالها، ترتيب حسب الحجم، ترتيب حسب الوقت اللي أنشئ فيها إلى ما هنالك. أكتر شيء أنا بهمني هو ترتيب حسب الصنف أو النوع، لأنه بسهل علي الشغل كتير. بقدر أعرف أو بقدر أصل فورا لملفات الصور، مثلا ملفات فوتوشوب كلياتهم مجمعين ومن مجموعات. طبعا أنتوا بتقدروا تختاروا الشيء اللي أنتوا بيريحكم تعتمدوا عليه. لنفرض أنه أنا عندي مجلد تاني، طبعا هي الطريقة اللي نحن أخذناها لهذا المجلد حصرا. لو أنا عندي مجلد مثلا ضمن هذا المجلد بفتحه، بنلاحظ انه الملفات ما عادت مرتبة مثل ما انا كنت عاملها هون. طيب هل كل مجلد عندي انا لازم اني اشوف كيف لازم ارتبه، اعمل له جروب او اخصصه بالشكل اللي انا بدي اياه؟ طبعا هذا الشيء ما حيكون سهل، حياخد وقت كتير. لو انا عجبني هذا الترتيب وبدي اياه يكون على اي مجلد بفتحه ضمن الهارد او ضمن الكمبيوتر عندي، بجي على قائمة Options مثل ما أنا شايفين هون، بناخد View أو عرض وبقول له Apply to Folders. هذا الزر لما بضغطه أنا رح يخلي لي كل شيء مجلدات موجودة عندي على الهارد إنها تكون معروضة بنفس هاي الطريقة. رح نلاحظ فتنا على هذا المجلد مثل ما شفنا، نلاقي إنه أخذ نفس الترتيب، نفس الاعدادات اللي انا كنت حاططها على هذاك المجلد. واي مجلد هلا بنفتحه راح يكون بطريقه العرض هي. اي طريقه حلوه وسهله لانه نحن نخصص اعدادات للعرض مره واحده، وراح تكون موجوده على كل الملفات والمجلدات موجوده عندي على الكمبيوتر. هون كمان انا في عندي زرار بيسمح لي انه اغير طريقه العرض للمجلدات. رح نختار حاليا، هو مختار لي Navigation Pane يعني هي هاي مع العرض للملفات. فينا نختار Preview Pane انه نعرض نافذة او ناخذ جزء من النافذة لانه نستعرض الملف قبل ما نفتحه. مثلا صورة رح يعطيني عرض عنها لو انا كبرت هي النافذة، مثلا ممكن خليها بالنص. اي ملف انا بضغط عليه رح يعطيني استعراض عنه، مثلا هذا الملف مكتوب بقلبه Bill Gates. آخر شغلة رح نحكي عنها بموضوع طريقة عرض الملفات، هي شغلة مهمة اللي هي لواحق هي الملفات. طبعا لو أنا مثلا بهمني كل ملف يظهر لي شو اللاحقة تبعه، بقدر أني ألغي إظهارها أو خلي اللواحق ظاهرة عندي دائما بهالطريقة هاي. هذا الزر بيخليني أني أشوف الملفات المخفية. طبعا في احيانا بيكون بعض المجلدات فيها ملفات مخفيه غالبا او اكثر ممكن، بس ما لنا شايفين الملف الفاتح بيكون مخفي. طبعا اخفاء الملفات غالبا بيكون لملفات النظام، او مثلا ملف انا ما بدي اي مستخدم يفوت على الكمبيوتر تبعي انه يشوفه لهذا الملف. مثلا لو انا هون فبأنشئ مجلد سميه حاليا تست فرضا. هذا المجلد بقدر اني انا احط في قلبه صور مثلا معينة ايا كانت. ما بدي اي شخص يفوت على هذا المجلد عن طريق الصدفة او عن طريق الغلط انه يشوفه لهذا المجلد فرضا. فبعمل عليه ضغطة يمين خصائص properties، وبحدد على خيار هيدن او مخفي. متى ما حددت عليه تطبيق، طبعا من هنا هو حيخيرني انه بس بدك هذا المجلد يكون مخفي ولا بدك هذا المجلد مع كل الملفات والمجلدات اللي بقلبه
هذا الخيار أضمن طبعا، طالما أنه أنا عم بخفي الملف وأخفيه أو المجلد. أوكي اختفى. ليش اختفى؟ لأنه أنا قايم علامة إظهار الملفات المخفية، لو أنا ضغطت عليها أحلاقي أنه المجلد ظهر لي ولكن شفاف تقريبا. فمن هالزر هذا أنا بلغي إظهار الملفات المخفية أو فعل، فعل بلغي. طبعا هاي الشرايط والزرار كلياتها هي عبارة عن أوامر موجودة ضمن الأوبشنز فيو. مثلا راح نلاحظ انه الهيدن فايلز اند فولدرز موجودة هون، don't show hidden files او show hidden files، هي نفس النتيجة اللي انا عم باخدها لما عم بضغط هون او don't show hidden files. ولكن هاي الشرايط والازرار اللي فوق هي عم بتسرع لي الوصول لهي الاوامر. طبعا هو حاطط لي بعض الاوامر الهامة يلي انا بقدر، يلي انا بتهمني اني استخدمها بشكل دوري. وبهالطريقة هي نحن بنكون شفنا كيف فينا نغير اعدادات العرض للملفات والمجلدات تبعي. بتمنى تكونوا استفدتوا استمتعتوا مع هي الفقرة. تابعوا معنا القناة لحتى تصلكم كل مقاطع الفيديو الجديدة اللي عم نرفعها بشكل يومي ان شاء الله. وبتمنى لكم الفائدة والمتعة. شكرا لكم.